شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد الوزير، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. في الحقيقة أردنا أن نتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة ديال النقاط أساسية. النقطة الأولى هي القضية ديال الحكم. هذا الملك العام هو ملك للجميع، لا يعني أنه ملك سايب ما ديال حد، ويمكن أي واحد يستغله خارج القانون وخارج التغطية. ما يمكنش الاستحواذ عليه، والحالات راه هي ديك كاينه. ما يمكنش واحد المجموعه ديال الاشخاص ولا واحد المجموعه ديال الجمعيات ولا واحد المجموعه ديال الشركات تدير فيه ما بغات. هذا ملك ديالنا كامل كمغرب. ما يمكنش داك الشيء اللي كان لا في انشاد ولا في الدويره يستمر ويكون في المغرب كامل. حنا بغينا في الناحيه الثانيه ان هذا الملك العام اللي هو ثروه وهو فرصه ديال التنميه، بغيناها تنميه مستدامه اللي فيها التوازن بين الحمايه وبين التثمين. بغيناها فرصه باش يكون فيها الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي والشق البيئي، ويكون فيها القطاعات الانتاجيه كلها تستفيد منها بمختلف القطاعات الوزاريه ايضا. بغيناها تكون فرصه ورافعه ديال تنميه الشركات المواطنه الوطنيه المواطنه والمحاربه ديال البطاله والافات اللي عندنا من هذه الناحيه في هذه الظروف وهذه الازمه العالميه. وهذا تيقودني للشق الثالث واللي هو اساسي، هو انه هذا الملك العام ضروره كونه رافعه ديال الحركيه على الصعيد الوطني. ملي تنديروا منشاه عموميه بحال مثلا في الميناء ديال طنجه المتوسطي، هذه منشاه ديال المغاربه كاملين، تيخصها تساهم في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المغرب كامل. تيخصنا القنوات والبنيات الاساسيه، لا من سكك حديديه ولا من طرق سياره نوصلوها للمغرب كامل، توصل طريق السيار للوسط المغرب، فاس، في مكناس، في بني ملال، توصل لمراكش، باش يمكن المغاربه كاملين من الناحيه المجاليه يستافدوا من هذا الشيء. تكون القطاعات اللوجستيكيه تابعه لهذا الشيء، المنطقه اللوجستيكيه ديال فاس، المنطقه الصناعيه ديال فاس، المنطقه ديال الحوض ديال سايس بالمنطقه الفلاحيه ديالها، باش نزيدوا لقدام كاملين في اطار الاندماج المشترك. وشكرا السيده الرئيسه.